فقط أن يذهب الإنسان إلى الحرب فيقتل ويقتل، لا، هذا نوع من الجهاد، ولذا تجاهدون بأموالكم وأنفسكم. وفي حديث آخر: رجعتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. فمكررا أنا أفكر في أنه الحضور في ميدان الحرب والإنسان يقتل ويقتل، هذا في الحقيقة شيء جيد، لأن الحرب فيها إغراء. أما أنت وأنا تعرف وأعرف كيف نتمكن من العمل في سبيل التقدم، هذا هو الشيء المشكل، وهذا هو الشيء الذي يحتاج إلى الضغط على الأعصاب 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، أكثر أقل. أحيانا إنسان يغضب في مكان وغضبه يسبب ضررا. أن تعرف أن لا تغضب مع وجود جميع مؤهلات الغضب، وأن تتمكن أن تضغط على نفسك حتى لا يأتي منك الغضب، هذا هو الجهد، وهذا أصعب من بقية، لأنك إذا ضربت في ذاك الجهد فأنت منتصر، وإذا ضربت فليس باختيارك. أما أنه تدوس على نفسك وتضغط على أعصابك حتى تتمكن أن تتقدم، هذا هو الشيء المشكل، لأن هذا باختيارك، باختيارك تكبع جماح لسانك، هذا هو الشيء المشكل، وهذا هو الذي يحتاج إلى إعداد نفسي. يعني أن الإنسان يعد نفسه لهذا الشيء. وأصلا فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. المجاهدون مو معنى فقط الذين يحاربون، هذا هو الشيء المشكل الذي يحتاج إلى الإعداد النفسي والإعداد الفكري وتوجيه الطاقة. الشيء الأول الذي يجب علينا أن نعمله إذا أردنا التقدم، أن نعمل باستمرار وبمستوى. الحرب أحياناً سنة، وأحياناً 6 أشهر، وأحياناً شهر، وأحياناً 6 أيام. أما حربك مع الاجتماع في سبيل التقدم ومع نفسك تحتاج إلى 60 سنة. 60 سنة أنت تتقدم، 70 سنة، 80 سنة، يحتاج إلى هالبعد الزمن. وإنسان في 50-60 سنة يسير، هذا في الحقيقة من أشكل الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول شيبتني سورة هود، هذا واقع، ما شيب رسول الله الحروب أبدا، ما شيبت رسول الله الحروب، وإنما شيبت رسول الله استقام، من صبر واستقام شسة. من راجع تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته فقط كيف كان يعاشرهن، يشوف أن الرسول شنو من جهاد كان يجاهد في داره الذي هو أصعب من جهاده في ساعات الحروب.
لو أن إنسانا ضرب بسيف على يده هذا شيء طيب، لأن الضربة في لحظة وطالت اليد في لحظة وجبرت اليد في لحظة أو في شهر أو في أسبوع. لكن لو أن إنسانا سبك وأنت مجبور منه يجب أن تسبك، يجب أن تعاشر. هذا في الحقيقة هو الجهاد. ولذا الرسول لما سمى الجهاد والحرب جهادا أسرار هذا صادق. الرسول في كل كلامه صادق صلى الله عليه وسلم، لكنه صادق نفهم وصدقه، يعني هذا شيء صعب الواقع. أن تعمل باستمرار الشيء الأول، وأن يكون بمستوى، يعني أنت مستواك أن يكون منبرك 10,000 إنسان تحت منبرك مثلا في محاضرة، أن يكون تحت منبرك 50 إنسان، هذا ما عملت بالمستوى. يتبين أن هناك في الميزان نقص، هذا النقص أنت أنت سببه نقص. المستوى يجب أن يلاحظ ثم نعمل، يعني أن نخلو بأنفسنا ما هو مستوى، يعني في المنبر، في التأليف، في الإحرار، في هداية الناس، أن نفكر المستوى، المؤهلات، الخصوصيات المحيطة بالإنسان حقيقة، هل عملي بمستواي أو ليس عملي بمستواي؟ فإذا عملي بمستواي فبهون، وإذا عملي مو بمستواي يجب أن أجاهد وأكافح حتى يكون عملي بمستواي. والدليل على أن أعمالنا كلنا ليست بمستوياتنا، الأشخاص الذين هم أمثالنا وأكثر عملاً، هذا دليل. إذا رأينا مثلاً المجلس ألف 1,000 كتاب ونفس القدرات الموجودة للمجلس موجودة لي، وإنما بل قدراتي أكثر من قدرات المجلس، لأن في زمان المجلس ما كانت هالمكاتب الضخمة وما كانت هالكهرباءات الموجودة. فإذا أنا مع توفر الوسائل الكهربائية والقلمية والورقية والتشجيعات الخارجية وهي الطباعة وما أشبه كنت أقل من ذلك، هذا معناه على أنه ما عملت أنا بمستوى. الإمام أمير المؤمنين ميزان الأعمال، معنى كونه ميزان الأعمال هو هذا. يعني يجمع علي بن أبي طالب يقولون لفلان صحابي من صحابي رسول الله، هل كنت تتمكن أن تصلي 100 ركعة الليل أم لا؟ ليس مكان يقول له ما كنت، مع أنه هو بشر مثلك لا أكثر ولا أكثر. هل كنت تتمكن على الأقل أن لا تفر في أحد؟ يقول لي لماذا فررت؟ هذا علي بن أبي طالب ميزان، السلام عليك يا ميزان الأعمال. فالدليل على أننا لا نعمل بالمستوى الأناس العاملون، الأناس العاملون دليل. هذا الشيء الأول، أن نعمل باستمرار وبمستوى. الشيء الثاني، العمل يحتاج إلى برودة أعصاب، وهذا في الحقيقة أهم بنود النجاح في الحياة. الطريق مو مفروشة بالورود والأزهار، والأنبياء كما هم أسوة في الصلاة والزكاة والصوم والحج، الأنبياء أسوة أيضا في هذا الشأن. أنا أظن أن الأنبياء والأئمة من أكثر الناس برودة للأعصاب. الناس يقرؤون فتوحات علي عليه الصلاة والسلام وضربات علي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقرأوا إلى جنبه أنه كيف كان يعاشر الخلفاء وغير الخلفاء بأعصاب من أبرد ما يكون ومن أبرد ما يكون. إنسان قتل زوجة إنسان، ثم الإنسان يذهب له ويجلس معه ويضحك معه ويعطيه استشارة وكل شيء، وكان كل أي شيء لم يكون. وعلي يعرف قدر فاطمة أكثر من هذا المعلوم. هذا كم يحتاج إلى برودة أعصاب، وهذا مو
أشكل من ضرب علي عمرو بن عبد الوهاب، ضرب علي عمرو بن عبد الوهاب أضرب وأضرب. أما أنه أعاشر أناس بكل برودة، لأن أدري في هذا تحريم الإسلام، يعني أسحق على مصالحي مهما كانت في سبيل الوصول إلى الهدف. هذا هو الشيء الثاني الذي يجب على الإنسان أن يستوعبه عمليا، لأن النظريات أشياء بسيطة، نظريا بسيط، أما عمليا الإنسان يستوعب برودة الأعصاب. هذا منافق، هذا فاسق، هذا زنديق، هذا كافر، هذا منحرف، هذا يسوب، هذا يشتم، هذا مرابي، هذا خمار، هذا فاسق، ثم تعاشرهم كلهم في سبيل هدفك وفي سبيل أن تأتي تدريجيا بهم. هذا شيء صعب. أصلا نحن تأخرنا لأجل أنه هذا الشيء أيضا موجود فينا إلا قليل. معروف من المعروف أصلا الإنجليزيون إنما نجحوا في الحياة الآن مدة 8 قرون يعيشونها بنجاح. سره معروفة برودة الأعصاب، عندهم برودة، عندهم هدوء تفكير في أخذهم الحياة. ولا تقولوا أن الإنجليز لا يكونون لنا أسوة. عيسى عليه الصلاة والسلام قال مثل الحكمة كمثل اللؤلؤ تأخذه حتى من فم كلب. مضمونه هذا، مضمون كلام عيسى عليه الصلاة والسلام. ولما أمير المؤمنين قال انظر إلى من قال ما قال ولا تنظر إلى من قال. سرهم برودة أعصابهم، سيطروا على الحياة، سيطروا على الحياة 8 سنة ببرودة أعصابهم. فالشيء الثاني الذي نحن نحتاجه، وفي الحقيقة هذا يحتاج إلى عمل، مو يحتاج إلى أن أقول أنا وتسمع أنت وهذا هو. نحتاج إلى برودة أعصاب العاملين. العامل يحتاج إلى برودة أعصاب. الشيء الأول العمل مستمراً وبمستوى. الشيء الثاني برودة الأعصاب. أنت عندك هدف، هدفك إذا وصلت إليه فأنت إنسان ناجح. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث وهو الشيء الذي نحن أبعد منه كل حزاء، أن نغزو وسائل الحياة. لكل حياة وسائل. حياتنا اليوم وسيلة الكهرباء، وسيلة المروحة، وسيلة الكونديشن، وسيلة السيارة، وسيلة الطائرة، سائر الوسائل. نفس اليوم وسائل تقدم الحياة. هذا الشيء الثالث. يعني أنه نحن نحتاج إلى معرفة الناس وسائل الحياة. هل فكرنا في حقيقة ذات يوم لماذا هالوسائل الإعلامية العالمية كلها مربوطة لنا؟ هل فكرنا ذات يوم لماذا هذا المال المتدفق الهائل أصلا مو في تحت توجيهنا معنا؟ الذي يستفيد منه اليهودي والمسيحي والمسلم والفاسق والعادل وكل اللون، أما نحن لا نستفيد منه التوجيه. أخرا في كل ألوان الحياة. الحقيقة أنا ما نفكر في هذه الأشياء، يعني ما نفكر في غزو وسائل العصر. إحنا باطلين هذا المسجد، مغرب أروح أصلي، زائدا الحمد لله، ناقصا الحمد لله. أما غزو وتقدم وحياة، لماذا ما نفكر في وسائل العصر واقع؟ هي يحتاج إلى نوع من التفكير ونوع من العمل. إذا وسائل العصر صارت معنا تقدمنا، أما مو وسائل العصر في دوامة خاصة
في هالدوامة الخاصة صبح صار ليل صار صبح صار ليل صار انتهى كل شيء. إذا كنا نحن نأخذ بوسائل العصر، وسيلة إذاعة، وسيلة تلفزيون، وسيلة صحف، وسيلة مدارس، وسيلة بنوك، وسيلة مستشفيات، وسيلة مؤسسات، أكو فرد مثلا يعني كلش جميل يقول أخبرني كيف تفكر أخبرك من أنت. تفكر في المال أنت فاكر، تفكر في السياسة أنت وزير أو سفير أو معاش، تفكر في الفقه أنت فقير. إحنا ما نفكر أصلا. تفكر في شنو تقرأ هالليلة منبر حقيقة هالشكل. أخبرني كيف تفكر أخبرك من أنت. في الحقيقة إذا نحن كنا نفكر في توسيع الدائرة والنزول بمستوى واتخاذ وسائل العصر هل كنا نبقى هكذا؟ هل نبقى هكذا؟ من الضروري علينا إذا أردنا التقدم قسم من الناس يريدون قسم من الناس يريدون ويؤلمهم تأخرهم. إذا أردنا التقدم ثلاثة أشياء. الشيء الأول العمل المستمر بالمستوى. الشيء الثاني مرود أعصاب. الشيء الثالث اتخاذ وسائل العصر في كل شؤون. الشؤون المالية، الشؤون السياسية، الشؤون الاقتصادية، الشؤون الثقافية، الشؤون التربوية، كل شؤون. فنحن إذا أردنا في الحقيقة فضل الله المجاهدين على القاعدين الجهاد هو أن صعب الحرب أحيانا أقسام من أقسام هذه الجهاد هذا أصعب وأصعب وأصعب وأصعب. أولا يجب علينا أن نعمل بالمستوى والمستمر عملا استمراريا بمستوى. الشيء الثاني هدوء اعصاب وبرود اعصاب الى ابعد الحدود. الشيء الثالث ان نتخذ وسائل العصر. فاذا تمكنا من هذه الاشياء تقدمنا في الحياه وصرنا مصداقا لقوله تعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.